يقول هذا السائل: ما حكم من يحجز لنفسه مكانا في المسجد يخصصه له دائما؟ لا يجوز هذا تحجر، لا يجوز. المسجد ليس لواحد معين، لمن سبق، وليس لحد يتحجر مكانا في وسط الصف الأول أو في غيره حتى يأتي من بيته أو من سوقه، لا، المسجد لمن سبق. ومن حجز وجب على المسؤول أن يزيل حجزه حتى لا يكون سببا لغيره وقائدا لغيره إلى حجز الصفوف ومنع المسابقين إليها. فمن أراد الخير يسبق بنفسه لا بالعصا ولا بشيء آخر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.